السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نكمل معكم فيه القب. في الفيديو اللي قبل من هذا كنا وصلنا عند هاد الحد، هذا خدمت معكم الطريقة كيفاش تركبي القب بالراندا، وأهم حاجة خدمتها معكم فيه هي الراس ديال القب اللي خدمته بواحد الطريقة مختلفة وجديدة اللي كتبين لك القب في الراس ديالو، يعني كيكون بواحد الشكل احترافي. ومن بالنسبة للسيدات اللي ما شافوش الفيديو اللي قبل من هذا تقدروا ترجعوا للفيديو السابق، فغادي نتلقاو فيه الراس ديال القب مخدوم بطريقة مختلفة وزوينة. أما في الفيديو ديال اليوم غادي نخدم معكم الدرس، غادي نوري لكم دابا منين تبداو الدرس. لاحظوا معايا هذا هو الوجه ديال الخدمة، فكتجيو هنا هذا هو اليمن، يعني غادي نبداو من اليمين. كتجيو هنايا الفتحة العنق، فهذه هي فتحة العنق، يعني سواء كنتي خدمتيها بالراندا أو بحال هنايا مثلا حيت هذه جلابة ديال العقيق فضروري غادي تكون بحال هكا. المهم تنخدمو على الظهر، دائما الدرس تتخدم على الظهر ديال، يعني على الجهة الدخلانية. المهم كتبداي من اليمن، انا ديما كنبدا من هنا، كنبدا يعني من المنتصف وكندور مع القب كامل ونعاود نرجع لهذاك المنتصف، كدفني فيه الخيط وكيكون عندك الدرس صافي، كتكوني كملتيه. هنا غادي نخدم الدرس ديال الهرم. بالنسبه اللي بغات هذا الدرس فغادي تمشي للفيديو اللي خدمت فيه لكم، هو اللي درت فيه هذا الدرس. هذا نلاحظوا معايا مزيان، كنمشي للثوب وندير فيه واحد الغرزه، من بعد كنهبط الخيط لتحت ونرجع لهنا ونلوي جوج ديال اللويات ونجر الخيط بهذا الشكل. من بعد كنمشي لهذا الراس ونعاود نلوي جوج ديال اللويات ونجر الخيط مزيان. هنا تنخدموا الدرس ديال الواحد. فلاحظوا معايا غادي نحاول ان نزير الخدمه، الخيط تبقى الفوق، كتمشي لهاد الغرزه هذه وكديري واحد الرويس بهذا الشكل. من بعد هنا عندكم جوج ديال الاختيارات، اما تخدموا ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب او تمشيو لهاد الغريزه هذه وتخدموا فيها، فكل وحده تخدم فين ما بغات. انا فضلت انني نخدم في هاد الغرزه هذه، كتعطي منظر زوين. من بعد غادي تخدموا غرزه في الثوب، ف هذا هو الشكل النهائي ديال القب، ماشي الشكل النهائي، مهم الشكل ما قبل النهاية. خدمنا الدرس كامل كما قلت لكم، كتبداي من المنتصف ديال فتحة العنق وكتدوري بالدرس على القب كامل وترجعي للمنتصف وكتختمي هذاك الدرس. دابا غادي نخدم معاكم العقيق، غنخدم معاكم الكورميط. لاحظوا معايا مزيان، هنا عندي جوج ديال البراوات، كاينه البرا رقم 11 ورقم 10. بالنسبه للابر تخدموا باللي بغيتوا، يعني اللي بغات رقم 10 تخدم بها واللي بغات رقم 11 تخدم بها. المهم هما اللي جربتهم جاوني مزيانين مع العقيق المهرس. طبيعة الحال العقيق خدمت بالعقيق المهرس وكذلك العقيق المكركب ديال الخيط. بالنسبه للخيط كتخدمي بخيط ديال الجرارة، خيط عادي كديريه على ربعة ديال الشعرات، وغادا ضروري ضروري تشدي بالفنيتة. هنا ما ديري لا مرمى لا حتى شي حاجة، غتشدي غير بفنيتة وتبقاي خدامة. ركزوا معايا مزيان، ضروري كما قلت لكم تشدوا الثوب بفنيتة، ومن بعد غادا ترجعي اسفل هاد النقطة هذه هنايا بالضبط، وغادي نثبت الخيط. ضروري هنا باش يجي الخيط ما يبانش، وعلى العموم هاد المنطقه هذه بالضبط ما تجيش باين، غير هو ما بغيناش يبقاو عندنا بزاف ديال الديفوات. كتجي من التحت وغادي تحاولي تطلعي البره عند الخياطه، فين كتكون عندك الخياطه. هنا الخياطه مهمه بزاف، هي اللي كتعاوننا باش نضبطوا هاد العقيق. خدمت الكورميطه على ربعة ديال العقيقات، ممكن تخدموها على ربعة ممكن تخدموها على ثلاثة. ركزوا معايا مزيان، هنا تندخل البرا في هاد النقطة هذه، يعني في الراس ديال هادوك ربعة العقيقات، وكنطلعها من المنتصف
ما بين هادو جوج العقيقات الاولين وجوج الاخرين ما بيناتهم. ممكن اهم حاجة هنا يلاحظوا معايا مزيان وهو الخيط ما يجيش باين من التحت، ضروري كتخدمي وتحاولي انك تشدي بليدك مزيان باش ما الخيط يبقى فقط الفوق. هنا غادي ندخل برا في هاد النقطة هادي وكنطلعها من المنتصف. هنا عندكم جوج ديال الخيارات، اما تطلعوا البرا من المنتصف يعني ما بين هادوك الجوج الاولين والجوج الاخرين، او تشدوا فقط العقيقة الاولى يعني تطلعوا البرا عند النهاية ديال العقيقة الاولى. اللي مهم في هادشي كامل انه نفس الطريقة اللي تبداي بها هي اللي تكملي بها الخدمة حتى الاخر. الا بقيتي مثلا مرة طلعي البرا في المنتصف، مرة طلعيها في الراس ديال العقيقة الاولى، ما غتجيكش الكورميطة مقادة، غتجيك مرة كتبان كبيرة مرة تتبان صغيرة. لاحظوا معايا مزيان، انا مشيت بها كاملة كنطلع دائما البرا في النص، يعني كنمشي ما بين هادوك جوج العقيقات الاولين وجوج الاخرين. مهم هذه بانت لي طريقه مزيانه، وكل وحده بطبيعه الحال والذوق ديالها، كل وحده كيفاش كتخدم هاد الكورمي. فالطريقه اللي بانت لكم سهله خدموا بها. لاحظوا معايا مزيان، كتجي دائما هنايا وكتحاولي انك تطلعي البره اما في النص اما في الاول. فهذه هي الطريقه. المهم البره ما تهبطش لتحت، يعني الخيط ما يجيش باين. نسيت واحد الحاجه بالنسبه للون ديال الخيط، دائما اللون ديال الخيط تيتبع اللون ديال العقيق. الا كان اللون ديال العقيق في الذهبي فغتخدمي بخيط يكون فاتح. كاين طبيعه الحال يعني بعض مرات تكون مثلا جلابه اللون ديالها فاتح واللون ديال العقيق فاتح، فهنا تقدري تستعملي اللون ديال الجلابه. بالنسبه لي انا هنا جاوني العكس، جاتني يعني جلابه غامقه والعقيق فاتح، فغادي نتبع العقيق. علاش؟ الا خدمت هنا مثلا بالموف اللون ديال الجلابه غادي يبان العقيق بحال مسخ، يعني ما غنحافظش ليه على اللون ديالو الاصلي. عوض فاش يبان هاد العقيق ذهبي غيولي يبان لك بحال مسخ، بحال غادي ميل الكحوليه. هذاك الشيء علاش ضروري غادي نتخدموه باللون ديال العقيق. هذه قاعدة عامة انك تخدمي باللون ديال العقيق، قليل فاش كنخدمو باللون ديال الجلابة. لاحظوا معايا مزيان، دابا غادي نخدم الداخل ديال الجلابة. بهذا الشكل فاش تخدمي الداخل كتبقاي غادة كتدوري على القب كامل حتى تكملي. دائما هنايا كيف ما خدمنا الدرس خدمناه على الداخل ديال الجلابه، كذلك هاد العقيق حتى هو تيتخدم على الداخل ديال الجلابه. المهم هنا كتكملي ربعه ديال العقيقات، كتحاولي انك تشديهم مزيان، ضروري هنا تثبتيهم باش تقدري تعرفي العبار يكون مقاد. فغادي نجي هنا للمنتصف وغادي نطلع البرا هنا، واخا بقى باين داك الخيط واحد شويه ماشي اشكال، لما جاش باين غادي نغطي عليه. دابا لاحظوا معايا كتشدي العقيقات بهذه الطريقه وكتكملي. دائما حاولوا تشدوا مزيان، المهم هذه الخدمه ديال العقيق راه ساهله وبسيطه، واخا تكوني مبتدئه غادي تخدميها بسهوله. فهذا هو الشكل النهائي ديال القب. كيف ما قلت لكم القب كيتخدم كامل على الداخل ديال الثوب. اما هذيك اللي خدمنا على برا خدمنا غير واحد شويه اللي غادي يبان صافي. لاحظوا معايا مزيان كتدوري على القب كامل تخدميه، كيف ما فين خدمتي الدرس فين كتخدمي القب، والشكل من برا كيكون عادي اصلا ما كيبقاش يبان. فشكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل بحول الله وقوته.